أعزائي جميعا، مساء الخير. موضوعنا لهذا اليوم نتعرف عن ما نحتاج معرفته عن مرض التهاب مفاصل التنكسي، أو ما يعرف بخشونة المفاصل، احتكاك المفاصل، في بعض البلدان يسمى سوفان المفاصل أو تكلسات المفاصل. ما هو التهاب مفاصل التنكسي؟ هو أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارا، يصيب ملايين الأشخاص حول العالم. هو مرض مزمن يصيب المفاصل نتيجة لتآكل وضعف الغضاريف التي تحمي المفاصل، ما يؤدي لاحتكاكها بعضها البعض. ينتشر هذا المرض في كبار السن، يكون أكثر شيوعا لدى النساء، يصيب النساء في عمر 45 إلى 60 عاما في التهاب مفاصل تنكسي اليدين. أما ما يصيب مفاصل تحمي ثقل الجسم مثل الركبتين والوركين ومفاصل أصابع القدمين تظهر عند الأربعينيات من العمر. كيف يحصل التهاب مفاصل التنكسي؟ مع التقدم بالعمر ونتيجة التلف الذي يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية التي تعمل على تقليل احتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة التي تعمل كوسادة لحماية العظام، بالتالي فقدان هذه الغضاريف يؤدي إلى احتكاك العظام مع بعضها البعض، وهذا الاحتكاك قد يصاحبه في بعض الأحيان التهابات في الجوف المفصلي ما يسبب الألم. الحقيقة التهاب مفصل الركبة التنكسي يكون على شكل مراحل، يبدأ من مراحل بسيطة إلى متوسط الشدة إلى شديدة مع تقدم الوقت، مع استمرار الوقت، ويعتمد هذا حسب سمك الغضروف ومدى الخسارة من سمك الغضاريف التي توجد بين المفصل بين العظمين. هذه الصورة توضح التنكس الغضروفي في العمود الفقري. كما نلاحظ في هذه الصورة، هذه الغضاريف وما يعرف بالديسكات التي تكون هذه شكل وضعها الطبيعي، وعندما يحصل فيها في المفصل تنكسات فإن الغضروف يتآكل ويحل محل فروقات عظمية التي قد تسبب بعض الآلام نتيجة الضغط على جذور الأعصاب أو على العمود الحبل الشوكي نفسه. أنواع التهاب المفاصل التنكسي، هناك نوعين من التهاب المفاصل التنكسي. النوع الأولي الذي يحدث نتيجة تقدم العمر أو وصول سن اليأس عند النساء أو بسبب زيادة الوزن أو لأسباب غير معروفة. هنالك التنكس الثانوي الذي يحدث نتيجة أسباب عضوية تؤدي إلى ارتخاء العوامل الساندة للمفصل مثل العضلات أو الأربطة، ما يؤدي إلى تآكل الغضروف المغلف لنهاية العظم المكون للمفصل. من العوامل التي تؤدي إلى التهاب المفصل التنكسي الثانوي، أولاً الإصابات الرياضية أو الإصابات بصورة عامة، الإصابة بشدة خارجية التي تؤدي إلى تمزق عظام المفصل أو كسرها. أسباب ولادية مثل خلع المفصل الولادي الذي يترك بدون علاج قد يؤدي إلى التهاب مفصل التنكسي مع تقدم العمر. مطاطية أو فرط حركة الأنسجة أو رباطات المفاصل ممكن أن تكون أحد أسباب حدوث التهاب مفصلي تنكسي. التهابات المفاصل الجرثومية بأنواعها كافة، منها البكتيرية أو التدرنية، التهابات المفاصل الروماتيزمية مثل الرثية المفصلية الشائعة، أو ارتفاع الأملاح مثل داء النقرس أو أملاح الكالسيوم التي تؤدي إلى التهاب المفاصل، والنتيجة أيضا إذا لم تعالج بشكل صحيح ممكن أن تؤدي إلى تنكس المفاصل. كذلك بعض الأمراض الأخرى مثل النزف الوراثي، أمراض الغدد الصم، التهاب الأعصاب المحيطية والمؤثرة على المفصل بسبب داء السكري وغيره، أو أمراض العظام مثل التنخر، كل هذه ممكن أن تؤدي إلى تنكس مفصلي ثانوي. لنتعرف على عوامل الخطورة تزيد من احتمال تنكس المفصل. أولاً التقدم بالعمر، الفئة العمرية فوق 50 الأكثر شيوعاً للإصابة بهذا المرض. الوزن الزائد يؤدي لعبء إضافي يضغط على المفاصل الحاملة للوزن خاصة الركبة والورك. النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفصل العظمي، قد يرجع ذلك لأسباب هرمونية حيث الهرمونات النسائية تزيد من ميونة الأربطة المفصلية، وما يضع العبء الأكبر على المفصل ذاته بعد نقصان هذه الهرمونات. الوضعيات والممارسات اليومية الخاطئة تؤدي بعض الوضعيات مثل القرفصاء لتشكيل ضغط أكبر على مفصل معين ما يؤدي لإصابة المفصل بالتنكس. بعض أنماط المشي الخاطئة الناجمة عن مشاكل مرضية قد تؤدي للتنكس المفصلي.
إصابات المفاصل قد تزيد الإصابات التي تحدث أثناء ممارسة الرياضة أو بسبب التعرض لحادث من خطورة الإصابة بالتهاب المفصل العظمي. وحتى الإصابات التي حدثت من سنوات عديدة وتماثلت للشفاء قد تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب المفصلي العظمي، وهذا ما نشاهده عند الإصابات الرياضية التمزق الغضاريف وما يعرف بالكارتلج. أعراض التهاب المفاصل التنفسي: أولاً الألم. الشيء الذي يستدعي المريض أن يراجع طبيبه هو الألم، هناك ألم في المفصل. يكون في البداية عادة عن استعمال المفصل. يشتد الألم تدريجياً إلى أن يصبح المفصل مؤلماً حتى في حالة الراحة أو الاسترخاء. العرض الثاني هو تحدد حركة المفصل، سواء الانقباضية، الانبساطية، الدورانية، حسب طبيعة المفصل وشدة إصابته، فضلاً عن تشنج أو تيبس مفصلي عام، ولا سيما في فقرات الظهر وبعد راحة طويلة أو عدم حركة، مثلاً عند الاستيقاظ صباحاً من النوم، لا يستطيع المريض الحركة بسبب تيبس المفاصل والفقرات لمدة لا تزيد عن نصف ساعة على الأكثر. قصور وظيفي للمفصل يعتمد على طبيعة المفصل المصاب. مثلا إصابة الركبتين تؤثر على سير المصاب وقيامه وقعوده، إصابة الوركين تؤثر على جلوس المصاب، إصابة الفقرات الظهرية تؤدي إلى انحناء، وهكذا. من أهم علامات التهاب المفصل التنكسي التي نشاهدها عن المفصل هو تورم المفصل، إضافة إلى ضمور العضلات التي تكون مسؤولة عن حركة المفصل، وكذلك ألم عند الضغط أو عند جس المفصل. في بعض الأحيان يكون هنالك صرير أو صوت قرقعة عند حركة المفصل حتى المريض نفسه يسمعها. في المراحل المتقدمة ممكن يكون هنالك تغيير في شكل المفصل أو تشوه في المفصل. في بعض الأحيان يكون هناك تجمع للسوائل في نهاية المفاصل كما يحدث في الجهة الخلفية لمفصل الركبة، وتكون ما يعرف بالبيكر سيست أو كيس الخباز كما متعارف عليه. ما هي المفاصل الأكثر عرضة للانفصال أو للانتكاس التنكس؟ مفاصل اليدين، أصابع اليدين، ويكون هنا التكلس على شكل تكلسات على المفاصل القريبة والبعيدة للسلاميات. من المفاصل الأخرى الوركين، الركبتين، مفاصل أصابع القدمين، ولا سيما قاعدة الإصبع الكبير، كل هذه هي عرضة للانفصال. عادة باقي المفاصل لا تصاب بالتهاب مفاصل التنكسي إلا ما ندر. الفقرات أيضا من المفاصل أي تتعرض كثيرا للالتهاب التنكسي، لا سيما الفقرات العنقية والفقرات القطنية. ما هو التهاب مفصل الركبة التنكسي أو ما يعرف بخشونة الركبة؟ الحقيقة هو يعتبر أكثر أنواع التهابات المفاصل التنكسية انتشارا. مفصل الركبة بطبيعة تكوينه هو مفصل نستطيع أن نقول عنه معقد الحركة، يحتوي على عدة من الحركات، حركة الانقباض، الانبساط، حركة دورانية، حركة انزلاقية خصوصا عند صعود أو نزول السلالم لسطحي المفصل أثناء الثني. البنية مفصل الركبة حقيقة معقدة، يتكون من التقاء عظمين، نهاية عظم الفخذ وأعلى عظم الساق، إضافة إلى عظم الرضفة أو ما يعرف بالصابونة في بعض الأحيان. يحتوي المفصل لتثبيته على رباطات عديدة، منها الرباطات المتصالبة الأمامية والخلفية، كذلك الرباطات الجانبية، إضافة إلى ظريف داخل المفصل. أي خلل في هذه الرباطات السائدة للمفصل ممكن أن يعرضه لضغط ميكانيكي أعلى، وبالتالي يؤدي إلى انتكاس المفصل أو ما يعرف بالتهاب مفصل التنكسي. النوع الثاني هو التهاب مفصل الورك التنكسي. من أعراضه الشائعة المعاناة من العرج أثناء المشي، الشعور بألم في منطقة أصل الفخذ أو الفخذ بكامله من الأمام أو الركبة في بعض الأحيان. في بعض الأحيان يأتي المريض يعاني من ألم في الركبة، عند فحص الركبة تكون سليمة. في هذه الحالة نذهب إلى مفصل الورك ونشاهد تحدث في حركة مفصل الورك وهو مصدر الألم. الشعور بتيبس في مفصل الورك في بعض الأحيان، الشعور بألم عند ممارسة الأنشطة المختلفة، إضافة إلى محدودية المقدرة على تحريك مفصل الورك. من الالتهابات التنكسية الشائعة هو التهاب مفاصل التنكسي اليدين، كما نشاهد في هذه الصور. تكون عقد، تكلسات على شكل عقد على المفاصل البعيدة وفي بعض الأحيان القريبة للأصابع.
تؤدي إلى آلام مع صعوبة في تحريك الأصابع، بعض الأحيان تورم مع احمرار. لكن الشيء الجيد في هذه المسألة باختلافها عن التهابات المفاصل الروماتيزمية أنها لا تؤثر في المستقبل على وظيفة اليدين، عكس ما يحدث في التهابات المفاصل الروماتويدية مثلا. أيضا من الأمراض الشائعة هو التهاب مفاصل التنكسي للفقرات، كما ذكرنا سابقا فإنه يصيب الفقرات العنقية وإضافة إلى الفقرات القطنية أو الظهرية. الحقيقة يؤدي إلى آلام شديدة في بعض الأحيان تعيق الشخص من أداء وظائفه اليومية. الآلام تكون في بعض الأحيان على الرقبة أو من الخلف أسفل الظهر. إذا أدت هذه التكلسات أو الانزلاقات الغضروفية إلى ضغط على جذور الأعصاب ممكن أن تسبب ألم على مدى مسار العصب في اليدين أو في الذراعين أو في الساقين أو ما يعرف بعرق النسا. كيف، ما هي سبل وقاية من التهاب مفاصل التنكسي؟ الحقيقة الشيء المثبت الرئيسي الذي يقينا من التهاب مفاصل التنكسي هو محاولة فقدان الوزن الزائد، الذي يشكل عبء على الركبة والورك والفقرات القطنية خصوصا. ممارسة الرياضة من الأمور المثبتة أن ممارسة الرياضة وتحريك جميع عضلات الجسم خصوصا العضلات المحيطة بمفصل الركبة أو مفصل الورك عند الأشخاص اللي يشكون من ألم الركبة أو الورك، يعتبر المشي أيضا من أهم سبل الوقاية من تنكس مفصل الركبة. محاولة الجلوس والمشي بطريقة سليمة كي لا تؤذي الركب وتجنب الوضعيات الخاطئة في الجلوس والنشاطات اليومية. أيضا نحاول أن لا نقوم بحمل أوزان ثقيلة. كذلك اختيار الأحذية المناسبة، الأحذية ذات النعل القاسي تعمل على ارتداد وزن الجسم إلى مفصل الركبة بنسبة أعلى وما يزيد العبء على المفصل، كما أنه من الضروري مراعاة دعم قوس القدم الأنسية عند اختيار الحذاء. ما هو علاج التهاب مفاصل التنكسي؟ الحقيقة الجزء الذي يتلف من الجسم خصوصا الأنسجة الغضروفية ليس لها القابلية على أن تعيد نفسها أو مثل ما هي، فإنها غير قابلة للترميم. فمعظم العلاجات تهدف بشكل عام إلى هدفين رئيسيين، الأول السيطرة والتخفيف من الأعراض، يعني الآلام، التيبس، تحدد الحركة. الهدف الثاني هو منع تدهور وتطور التنكس نحو الأسوأ. الخط الأول في العلاج هو الأدوية. الأدوية تشمل كريمات موضعية، الباراسيتامول المعروف، مضادات الالتهابات غير الاستيرويدية مثل الديكلوفيناك، النابروكسين، الميلوكسيكام. الجلوكوزامين، حقيقة هناك خلاف حول موضوع استخدام الجلوكوزامين كأحد مكونات المفاصل أو أحد مكونات الغضاريف. بعض الدراسات تشير إلى عدم الفائدة من الجلوكوزامين في علاج تنكس المفاصل. المسكنات، حقن الكورتيزون، حامض الهايرونيك أسيد، كلها ممكن أن تستخدم في علاج التهاب مفاصل التنكسي. يتم وصف هذه الأدوية بالطبع من قبل الطبيب المختص بناء على العوامل المرافقة. الخط الآخر في العلاج والذي لا يقل أهمية عن الأدوية هو تغيير نمط الحياة، فقدان الوزن الزائد، ممارسة الرياضة، أي تساعد على التعايش مع تنكس المفاصل بشكل أكثر نجاحا. بالتأكيد الطبيب المختص هو الذي يقدم النصائح المطلوبة لتغيير نمط الحياة لكل مريض. العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي حقيقة يركز على تقوية العضلات حول المفصل المصاب، يتضمن تعلم كيفية التعامل مع المرض، إيجاد طرق لتجنب زيادة الضغط على المفاصل المصابة من خلال استخدام وسائل مساعدة على المشي. يمكن أن تساعد بعض وسائل إدارة الألم مثل تيارات تنس تسكينية على السيطرة على الألم، تطبيقات الحرارة، في بعض الأحيان نستخدم البرودة للسيطرة على الوذمة إذا كان هنالك هجمة حادة من الألم، في بعض الأحيان نحتاج إلى كمادات ساخنة في حالة الآلام المزمنة لزيادة ليونة الأنسجة وتحسين التروية الدموية والتهيئة للتمرين. الحل الأخير هو الجراحة. يتم اللجوء للجراحة في المراحل المتقدمة من التهاب المفاصل التنكسي، وخصوصا عند تأثير هذا الالتهاب على الوظيفة اليومية للمريض. الحقيقة جزء الجراحة سنتناوله في الفقرة القادمة إن شاء الله خلال لقائنا مع جراح اختصاص في جراحة العظام والكسور. الحقيقة أود أن نركز هنا على أهمية التمارين. هناك تمارين بسيطة
تكرارها يكون مفيدا، مثل التمارين تفيد في صعد الركبة، تمرين رفع الطرف الذي يهدف في تقوية العضلة رباعية الرؤوس، تمطيط عضلات الفخذ الخلفية بهدف تحسين نطاق حركة الركبة والمساعدة على الشعور بالمزيد من المرونة، تمرين الضغط على المنشفة كما في الشكل التثبيت لمدة 10 ثواني بهدف تقوية العضلة الرباعية أيضا، تقوية العضلات الإليوية عضلات الإلية أي تساهم بتحقيق التوازن في القوى العضلية المؤثرة على مفصل الركبة، رفع الطرف كما في الشكل وضعية الاستلقاء البطني والتثبيت لمدة 10 ثواني. أيضا هنالك بعض التمارين التي تقوي العضلات أو المقربات الأدكترز من خلال وضع وسادة بين الركبتين والضغط عليها لمدة 10 ثواني مع التكرار. أيضا هناك تمارين الدراجة الثابتة وهي من تعتبر من تمارين السلسلة المغلقة، تساهم بإفراز السائل الزلالي من المحفظة المفصلية وتغذية الغضاريف. التمارين المهمة والبسيطة منها تمارين تقوية عضلات الرقبة، أيضا تمارين تقوية عضلات الظهر والبطن. شكرا جزيلا لإصغائكم.